انخفاضات على درجات الحرارة وأجواء ربيعية دافئة وهبات قوية من الرياح على البادية، والتفاصيل بعد هذا الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مساء الخير. تبقى الأجواء ربيعية دافئة في عامة مناطق المملكة، ولكن هنالك انخفاضات طفيفة على درجات الحرارة، لتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. وبالنظر إلى خرائط سرعة الرياح الواردة لدينا هنا في مركز تقصي العرب، نجد أن هنالك رياح شديدة أو رياح قوية ستكون على المناطق الشرقية والتي تثير الغبار والأتربة. لذلك نود التنبيه من كثافة الغبار، ونود التنبيه لإخوتنا السائقين على الطرق الصحراوية. وبالانتقال إلى درجات الحرارة المتوقعة لهذه الليلة في العاصمة عمان، تكون الأجواء صافية لتصل درجة الحرارة إلى 12 درجة مئوية، الملموسة تكون 11 درجة، الرطوبة نسبتها 71%، وسرعة الرياح ممكن أن تصل إلى 17 كيلومتر في الساعة. ننتقل لمشاهدة درجات الحرارة خلال 3 أيام القادمة في العاصمة عمان، لتكون درجات الحرارة عشرينية إلى ما يقارب 25 إلى 22 درجة مئوية، ولكن يوم الجمعة متوقع أن تكون هنالك غبار أو أتربة مثارة في العاصمة عمان، لذلك نود التنبيه أيضا من كثافة الغبار. لتكون الأجواء صافية في الليالي القادمة، لتكون 22 في يوم الخميس، 9 درجات، وهنالك انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة يوم الجمعة، لتكون الأجواء باردة نوعا ما ولتصبح 9 درجات مئوية، ويوم السبت مساء تكون درجة الحرارة 13 درجة مئوية في مساء. لننتقل لمشاهدة درجات الحرارة في عامة مناطق المملكة، ونبدأها شمالا من إربد، حيث تكون درجة الحرارة المتوقعة 27 درجة مئوية نهارا و22 درجة في الليل. المفرق هنالك غبار مثار وأتربة مثارة، تكون درجة الحرارة 28 إلى 19 درجة، في جرش من 28 إلى 21، في عجلون من 26 إلى 21. وننتقل إلى مناطق الوسط، في العاصمة عمان درجة الحرارة من 25 إلى 22، في البلقاء كذلك الأمر من 25 إلى 22، في الزرقاء هنالك أتربة مثارة تكون درجة الحرارة ما بين 28 إلى 22، مادبة 26 إلى 21، وفي البحر الميت من 33 إلى 28 درجة مئوية. جنوبا في الكرك والطفيلة تكون درجة الحرارة 27 نهارا والأجواء تقريبا صافية، ليلا تصبح 23، في الشرى 25 إلى 21، معان من 29 إلى 20، والأجواء تكون حارة جدا في العقبة لتكون 35 درجة مئوية، وفي الليل تكون 27. في المناطق الشرقية تكون الأتربة مثارة في رويشد في الصفاوي والأزرق، تكون درجة الحرارة تتراوح ما بين 31 درجة مئوية إلى 16 درجة مئوية. إذا كانت هذه أبرز العناوين وأبرز التفاصيل عن الحالة الجوية المتوقعة للمملكة. دمتم في أمان الله. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.